السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل رز بسمتي. احنا هقول عليه كبسة. هو طريقة الكبسة قرايبي بيعملوها بنفس الطريقة اللي بقولكم عليها دي، فانا هعمل بنفس الطريقة. ده رز انا نقعته كوبايتين رز او 3 كوبايات رز حسب العدد اللي عندك. هتنقعيهم في شوية، تغسليهم الاول طبعا، وتنقعيهم في شوية مية سخنة وتسيبيهم كده 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تعملي بقية الحاجة اللي احنا هنعملها. دي طماطمية مبشورة انا ضربها في الخلاط. عموما انا مش تفرق عندي قطع صغيرة او مبشورة، فانا ضربتها في الخلاط، وجزراية وبصل. دي الحاجات الاساسية. بعد كده هنمشي واحدة واحدة ونشوف هنعمل ايه. وفي كمان علبة صلصة انا ما حطهاش، هحطها دلوقتي مع الخلطة دي. يلا انت، احنا جبنا حلة حطينا فيها شوية زيت، وهننزل بعد كده بالبصلاية اللي احنا عملناها. الزيت انا عندي قدح خلاص، يعني انا عارفة ان الزيت انا حطاه من شوية. اوكي، هقلبها شوية، هسيبها تدبل واحط عليها بعد كده الجزر. خلاص احنا واحده واحده هقلب دي تدبل، مش عايزه الجزره تتحق يعني تستوي، انا عايزاها تبقى دبلانه كده وجميله. خلي الورده كده عشان تبقى باينه وتديكوا شكل كده مع التصوير. يلا هسيبها تدبل شويه وهرجع احط الجزر عليها. خليكم معايا لما تدبل. طب يا بنات دلوقتي البصله دبلت زي ما انتم شايفين اهي شويه، انا مش عايزاها قوي. هحط الجزرايه برده تاخد لون كده خفيف معاها. الرز ده هيعجبك قوي قوي طريقته تغيير، يعني احنا بنعمل طرق رز عايزين نغير عشان ما نزهقش. هسيب برضو الجزرايه كده يدوب برضو دقيقتين، ونرجع نحط الطماطم والصلصه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا يا بنات الرز بيتعمل بكذا طريقه، احنا بنحب دايما نتفنن نعمل طريقه. انا ولاد عمتي بيعملوا الرز بالطريقه دي، فانا بحب اعمل الرز زي ما بيعملوه، يعني طريقتهم دي بتعجبني جدا جدا، عشان كده انا قلت هعمل زيكم. فانت تفنني دايما في الاكل عشان الناس ما عايشين معاكم ما يزهقوش. الرز كده احنا حطينا البصله وحطينا الجزره، دبلوا شويه. هنحط الطماطم بتاعتنا المضروبه او صلصه الطماطم اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها خلاص معاها كده، بس تاخد لها لون، وهنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا سبت الطماطم يعني شويه صغيره، هنحط عليها الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز ده هيطلع احمر، الرز ده هيطلع احمر من غير ما تحطي عليه اي حاجه. خلاص لو حطيتي صلصه هيطلع احمر غصب عنك، فانا هحط علبه الصلصه اللي عندي. انت ما عندكيش علبه صلصه، عندك علب كبيره، حطي لك 3 معالق صلصه. خلاص انا هفضي العلبه وهرجع تاني اقول لكم الخطوه اللي بعدها. انا سبتها يا بنات لما تسبكت شويه زي ما انتم شايفين كده، يا دوب يعني هي مش هتاخد وقت معاك. كل ده ما خدش لسه 7 دقايق على البوتاجاز كل اللي احنا حطيناه. انا عندي شوربه مسخناها وكل حاجه، هقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل بيها كده. خلاص هحطها دلوقتي. هنشوف عايزين نعمل نحط بهاراتنا، هنشوف البهارات اللي هنحطها ايه. يلا خليكم معايا. دي بهاراتنا يا بنات، لومي. اللومي ده هتلاقيه متوفر عندك في العطارين، هتلاقيه الليمون اللي هو الناشف، هيل ورمفل وسوري هيل وقرفه عدام. ودي بهارات اللي انا بحب احطها على الاكل دايما، ودي بهارات، لا لا لا، دي بهارات الكبسه، ودي بهارات اللي انا بحب احطها على الاكل، وده هيل وده فلفل اسود، وهنحط الملح. هنحط بهاراتنا على الشوربه اللي احنا حطيناها او على الخلطه اللي احنا حطيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. كله مع بعضه يعني، حطي كده نفضي كده عشان ما يفضلش حاجه. طيب دي اللي هتديها طعم. الكبسه بتحب البهارات، او انا عشان بحب البهارات فبحب احط بهارات على الاكل، بس الكبسه بتحب البهارات. ماشي، انا هحط ملح حسب الرغبه، الملح بتاعك هتحطيه حسب الرغبه. الشوربه كده كده سخنه وغليت، وانا عارفه ان هي طبعا ماتت قبل كده كذا مره. دلوقتي هننزل بالرز. يلا خليكم معايا لما اجيب الرز. الشوربه غليت زي ما انا قلت لك، هنسمي بسم الله وهنحط طبعا لو لقينا محتاجه شوربه هنزود تاني. يعني انا حطيت شوربه وانا ما اعرفش الشوربه هتكفيني ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ان شاء الله الشوربه هتطلع على القد، انا عارفه اهي. خلاص مش هياخد معاكي وقت، وهتدوقي رز يعني هتفرحي جدا 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 بيه. يلا انا هخلص بقيه الكميه وارجع لك تاني. خليكي يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، الشوربه غطت الرز عندي، بس انا هزوده شويه شوربه تاني عشان ده بيحب الشوربه كتير. الرز ده مش زي الرز التاني، مش زي الرز المصري، الرز البسمتي طبعا كلكم خلاص عرفتوا المفروض الحكايه دي. هسيبها لما تغلي واوطي عليه ومفيش فيه اي حاجه. ادوق كده، جميل جدا، طعمها يجنن الشوربه. يلا خليكم، مهمه بس تصور عليها، انا زودت شويه شوربه، زودت اهي. عندك مكسرات حطيها بعد ما يستوي، عندك زبيب، عندك لوز، عندك بندق، عندك اي حاجه، المفروض لوز او كاجو، مش بندق، هو لوز او كاجو او سوداني وزبيب. لو انت عندك حطي، ما عندكيش خلاص، يعني ده مش اساسي. بس الرز هو مش محتاج اصلا انك تعملي اي حاجه جنبه، هو كده رائع. يلا خليكم معايا انا هغطي الحله. بسم الله
هنغطي الحله وهنسيبها لما تغلي، وبعد ما تغلي اوطي عليها. ما بتاخدش على الرز ده، ما بياخدش اصلا نص ساعه، يعني 40 دقيقه بالكتير قوي. عقبال ما الرز بقى كده يتشرب نعمل حاجه كده سريعه تتاكل مع الرز، بيبقى طعمه يجنن يجنن يجنن. هتجيبي فلفله طماطم زي ما انت عايزه، انا طبعا عشان الفلفل حامي قوي فانا حطيت واحده بس طماطم، بس توميتو بس يعني، وفلفل وخلاص. هتحطيهم في الكبه بتاعتك وهتضربيهم، وبعد ما تخلصي هتحطي عليهم ليمون وملح وفلفل اي وبس على كده وبخ. دول بتاكليهم مع الطماطم. عندك انا دي ممكن تعمليها في تحط عليها بقدونس، ممكن تحط عليها فلفل بارد. انا بحبها كده تبقى طماطم وفلفل عشان طعمها يبقى باين مع الرز. خلاص انا هضربها في الكبه وبنات، انا ضربتها خلاص زي ما انتم شايفين اهي، انا عايزاها كده. هنحط عليها ليمونه، بس انا طبعا مش بقدر اعصر الليمونه بصراحه، فانا هعصر الليمونه بالمعلقه. هتحطي عليها ليمونه، نص ليمونه زي ما انت بتحبي الليمون حطي، انا بحب الليمون يبقى باين فيه، يبقى طعم الليمون باين. واحط عليها ملح وفلفل، وهي مش هتحتاج شطه لان الفلفل اللي انا حاطاه بيلهلب، بس عشان يبقى جنب الرز حاجه تفتح نفسك، يعني يبقى جنب الرز كده يعني بيدي مزازه للرز. الرز اصلا طعمه هيطلع جميل من غير حاجه اصلا ان شاء الله يعني. اهو خلاص هنقلبها ونحط عليها الملح والفلفل. خليكم معايا لما اجيب الملح، هحط شويه فلفل خلاص مش عايزه اكتر، واحط شويه ملح. انا ما بحب، انا بحب الملح يبقى في الاكل باين، انا بحب الاكل المالح، فانت ما تحطيش زي اهي بس كده، وتخليها وقعت الدنيا كالعاده، ما تاخدوش في بالكم. هتغرفيها في اطباق صغيره، انا بس همسح دي، هنغرفها في اطباق صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلاص على كده وبقى كله تمام، وهنشوف الرز دلوقتي عامل معانا ايه. يلا زي ما انتم شايفين يا بنات الرز اهو، انا قلبته مرتين ثلاثه بس، ما قلبتوش كتير عشان ما يتكسرش مني. شايفه الرز؟ الرز جميل، هو مش باين اعتقد قوي، بس انا هغرفه دلوقتي. ما خدش على فكره نص ساعه على البوتاجاز، هسيبه كمان 10 دقائق هو استوى خلاص يعني. اديك شايف اهو، بس انا هصوره من ناحيه ثانيه عشان يبقى واضح اكتر. يلا كده شويه صغيره، وهغرفه في الطبق وهوريكي شكله بعد ما يتغرف. خليكي معايا. هنعمل ايه؟ كمالات كده، حاجات حلوه كده للرز. هو رز حلو مش محتاج حلى. هنجيب طاسه صغنونه كده ونحط فيها نص معلقه سمنه، زبده، زيت، زي ما انت عايزه. كويس؟ هسيبها بس انا موطيه النار عشان الطاسه دي صغننه، فانا موطيه النار اهو. خلاص هنسيبها تسيح، ونجيب لنا كده كبشه زبيب بقى، كبشه كاجو او لوز اللي عندك. ما عندكيش عايز تحطي سوداني حطي، ما تربكيش، مش عايز تحطي خالص ما تحطيش. على فكره مش عايز تحطي هيل عليها عيدان ما تحطيش هيل اللي هو الحبوب، مش عايز تحطي قرفه ما تحطيش. انا بديكي الحاجه اللي بتطلع طعمها حلو قوي قوي قوي، دي بيطلع طعمها حلو جدا في كل الاحوال، هيطلع طعمها حلو ان شاء الله عشان انت عملتيها بايدك هتطلع حلو اكيد. هنسيب ده وهنعمل ايه؟ هنجيب الزبيب بتاعنا وهنحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبيب انا مش عايزاه يستوي، يا دوب دقيقة واحدة بس، خلاص هو دقيقة واحدة وهقشيله. اهو هقلبه زي كده، يا دوب تلاقيه نفش او يعني بس طري، لان الزبيب لما بيتحط بينشف ويبقى وحش جدا جدا لو انت سبتيه يتحمر وياخد تحميره بقلب وراه. هو بصي يا دوب انا هقلبه وهطلعه دلوقتي. خلاص كده هو كده الزبيب بتاعنا، انا بس عايزاه يسخن كده يعني يشرب من السمنه، هيدي طعم جميل جدا على فكره مع الاكل. زي ما انت شايفه لسه ما كملناش الدقيقه، دقيقه وهنقفل عليها على طول. يلا انا كده هطلع الزيت مكان الطاسه كده عادي عادي جدا. انا هوطي النار وهحط كمان شويه كاجو، انا بحب احط كاجو وزبيب على كده. بصوا مش هياخد، يا دوب هيشم النار وهطلعه خلاص، عشان بيدي طعم للزيت. شكل هو مش طعم، هو شكل. ده دلع، عايز تحطيه حطيه، مش عايز تحطيه ما تدلعيش وتحطيه. اهو انا احط كمان حته زبده ثانيه او سمنه، اعلي النار، ما بياخدش اي وقت ده كده. والسوداني حطي، لوز حطي، مش عايز تحطي ما تحطيش اي حاجه. يلا انا كده خلاص يا دوب بس كمان، ما بياخدوش دقيقه على البوتاجاز، دقيقه واحده خلاص. وبعدين هنغرف الرز ونزوقه ونشوف هيبقى عامل ازاي. يلا خليكي معايا بنات. الرز اهو ما شاء الله استوى، انا غرفته في الطبق اهو، الهيل فيه والحاجه فيه. انا بقى طبعا عشان انا بصراحه ده سخن لسه ملهلب، فانا هحط كده مكسرات على فوق الوش اهو. طبعا انا عامله جنبه حاجه تانية مش هسيبه كده، بس انا عشان اغرف لكم الرز بتاعكم الاول اهو، والزبيب بتاعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس
خلاص اهو شكله بقى جميل. ومع اللي احنا عملناها هاخد الاطباق جنبها هيبقى طعمه رائع رائع رائع. وبالعافيه عليكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للقناه، واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك، واللي بيتابعني على مطبخ بطوط على اليوتيوب ما ينساش يتابعني على مطبخ الستات المكبوته على الفيسبوك والعكس صحيح. يلا اشوفكم على خير، لو في اي استفسار انا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.